بفكر مؤسسي منظم، في تأهيل للموظفين، في تأهيل للسواقين، في احترام للطريق، في احترام للناس اللي ماشي على الطريق جنبه، وفي النهاية بضاعة توصل سليمة. أنا عايز أتعرف على أسطول من خلال حضرتك كمدير تنفيذي للشركة. أول حاجة أشكرك على المقابلة دي. هي زي ما حضرتك قلت، قطاع النقل في مصر قطاع ما فيهوش أي إبداع وأي تكنولوجيا، قطاع بدائي جدا جدا جدا، وإحنا دخلنا عشان نحاول نطور في القطاع ده هوت في كذا اتجاه. أول حاجة نحاول نضيف التكنولوجيا في متابعة العربيات، في متابعة قطع الغيار، في تحسين أداء السواقة للسواقين، في تعليم السواقين، وفي نفس الوقت دايما بنركز على حتة الأمان. إن أنت تقدر تمشي عربيات نقل تقيل على طريق وتضمن إن العربيات دي هي ماشية بسيفتي عالي ليها والناس اللي حواليها، ده بحد ذاته بنحاول دايما نسعى ليها. يعني بالنسبة لأسطول، أسطول شغالة في مجال النقل التقيل في كذا، في عدة قطاعات. أول قطاع إن إحنا بنشتغل في توريد المواد الخام، في نقل وتوريد المواد الخام للمصانع. تمام. الجزء التاني اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنشتغل في توزيع المنتج النهائي من المصانع ديت. وعندنا برضو قطاع تالت اللي هو مسؤول عن النقل الداخلي جوه المصانع، وده بيتكون ما بين عربيات نقل ومعدات. وعندنا خدمات أخرى بنقدمها زي تفريغ المراكب الصب وتخزين البضاعة والتخليص والإفراج وتوصيلها للعميل.